ياخذ منها رمي التماس نادي الاخدود. هذه كره طويله اماميه وهنا عوض خميس بيضغط على فواز زجور ولكن الكره بتتقطع من وسط الملعب. عيد المولد يلعب الكره الاماميه دفاعه قد يباغتهم الاخدود بهدف ثاني وهنا فواز يلعب العرضيه ولكن عوض خميس يحط قدمه الى ضربه ركنيه. لا والله ده جايسون الى عباس الحسن بعد حارس المرمى اللي بدوره يلعب له كره لكنها خاطئه. هنا الاخطاء، هنا رياض محرز من اجل الضربه الاولى لكن على طول عيد. هذا عيد. هنا اليوسكي وماكسيمان، اليوسكي الى سانت ماكسي تقدم، ماكسي يلعب بينيه ولكن هنا كان في موقف تسلل احمد مصطفى ضاغط عليه عوض الزجور. انطلاقه اماميه ده فواز هو اللي كان ضاغط عليه وهنا محاوله عند الكره العربيه هو وحسان وايفار بانيجا. تمرير امام هرش الكولومبي الى تناسي الروماني الى عيد المولد. شوف الضربة نيجا هجمه من وسط الملعب عدى لعيب ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه لكن ماجد الشمراني بيقول العب الى وسط الملعب. تناسي لوسيان عيد المولد لعوض خميس بيقول لهم هدوا اللعب. شوف نادر الشراري خلاص ثواني بتفصلنا هل ينجح الشباب في خطف هدف الان في تعطيل ايفار بانيجا في وسط الملعب من اجل اللي بيسلم الكوره عند اللي خسرها بيدروزا ومحاوله من الجانب الايمن لكن فيها ضغط المره دي من عوض خان انه بيتقدم متعب ويلعب الكره عند ايفار بانيجا. استلم براحته ايفار عايز يراوغ ولكن من امامه ضغط عليه كده عيد ومرجع نادي الاخدود في ال 35 متر الاخيره بتاعته في ارض ايسر لكن يطلع كويس من اليمين فواز دزجور بترك العمار لكن الضغط بترجع من وسط الملعب. بيدروزا اتنين الكره الاماميه عند اللي كان بينتظرها كده في اللقطه الماضيه هي الاخدود عبد الله معتوق بالهدف سجل هدف الفتح الهداف الكبير بلا سجل 64 هدف في 24 لقاء. الحديث عن المدرب جورجي مندوسا مع في هذا الموسم وبالتالي الجولات الاولى هو الاهم من النقاط لا سيما ارمينيا خاض معهم عده مباريات دوليه في دوري الامم وتصفيات اوروبا وحقق لقب الدوري الارجنتيني. ثلاث مرمى لمصلحه الفتح كم راح يحتسب عبد الله الشيخ تناسي الى عوض خميس او هذا عيد المولد هو تحصل على جائزه افضل لاعب واعد في الدوري في الموسم الماضي. هذا عيد بلمسه في اليمين محاوله عن وعبد العزيز العويرضي وعبد الرحمن الريو هذا الخماسي اللي حضر في هذا الموسم كلاعبين محليين مع فريق الخدود اللي غير تصوب الكرة عند عيد واحد من الأسماء الشابة المهمة من يملك هذه الكرة أفضل لاعب واعد في دوري عوض خميس إلى مصلح الشيخ عيد المولد عيد مرور لمسة إلى مصلح باليسار هدف ثالث يريح عناصر بيلتش كثيرا في اللقاء بينما جورجي مندوسا راح يبحث عن العودة مراد في اليمين يبحث عن كرة عرضية لكن عيد المولد بالتخت تاريخ عام 2009 بعد 51 سنة من تأسيسه تواجد للمرة الأولى في دوري المحترفين. دورزا في الموسم الماضي تواجد مع نادي الباطن واليوم يتواجد مع عيد يرسل له كرة في اليسار وهو حاصل عن نقاط الثلاث بينما الأخدود لا يريد أن يذهب إلى جدة. الفتح مرت سليمة الآن لمسة في منتصف الملعب عيد المولد خطفها فتح بهذه النتيجة يصل الفتح إلى 4 نقاط بعد التعادل في اللقاء الأول. هذا الموسم إنه فيرمينو تلك أيام كانت كلاعب ماذا عن مدرب لكن بوبي فيرمينو العائد من الإصابة بعد أن غاب في المباراة السابقة. الكرة فيها التمرير وفيها التغطية من فرانكيسيه وفيها عيد المولد في وسط الملعب عيد دوران عيد هدوء عيد ثقة بصراحة بحثا عن المقدوني وهو من كان يبحث عن سميحان لكن التغطية لتعود اليوسكي باتجاه فيرمينو الى سانت ماكسيمان تقدم لكن سنشاهد المتعة سنشاهد الاثارة سنشاهد الابداع من هذا الجانب ومن ذاك راح نشوف الاخدود. عجبني في الشوط الاول عيد وصالح الحارثي عيد المولد وصالح الحارثي لاعبين تأخرت ما فيها شيء لكن اي خناق هذا اي ضغط هذا اي اهلي هذا في الشوط الثاني ماكسي
وصلت إلى كيسي، عادت إلى أليو عرضية لكنها بتتخلص بالرأس، تعود شوفوا هنا كيسي بالرأس، الكرات الرأسية الأهلي يستحوذ لكنه حتى الآن لا يصل، لكن لديه كل المقومات، لديه كل الإمكانيات من أجل أن يصلون إلى الأهلي. هذا الهجوم، هذا الهجوم لو عدت خطيرة.